طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مع الحديث عن الانتخابات المبكرة للعام المقبل التي أعلن عنها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أطلق ناشطون في التظاهرات على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان نقتلعكم أولا ثم ننتخب، ردا على الكاظمي لإعلانه الانتخابات المبكرة العام الماضي. يأتي ذلك في وقت تتواصل في تحشيدات الناشطين لانطلاق تظاهرات واسعة في بغداد وعدد من المحافظات في 10 من الشهر الجاري، تأكيدا على مطالب المتظاهرين التي خرجوا من أجلها إلى الميادين والساحات، وتصعيدا وضغطا على حكومة الكاظمي. وتشهد معظم مدن العراق تظاهرات متواصلة منذ تشرين الأول عام 2019 للمطالبة بإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة ونظام المحاصصة الطائفية. طبعا في موقف مؤيد اليوم لموعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي حدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعدا لإجرائها في 6 يونيو حزيران من العام المقبل، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الثلاثاء دعا البرلمان إلى الإسراع بتمرير قانون الانتخابات والقوانين المطلوبة لضمان إجراء انتخابات كما أسماها انتخابات نزيهة، فيما لمح لموافقته على حل البرلمان في حال تقديم طلب رسمي بذلك. أفادت مصادر سياسية اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يخوض حراكا للتمهيد لعقد جلسة طارئة لبحث ملف الانتخابات المبكرة والخلاف بشأن الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لإجرائها، وذلك في توقعات بتعقيدات في الملف الذي ما زالت مواقف بعض القوى السياسية غامضة إزاء هذا الموعد. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بأن إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 6 حزيران للعام المقبل موعدا للانتخابات المبكرة هو تدليس يخضع للصراع الإقليمي، حدد كما قالت وفق تدخلات خارجية من إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أضافت اللجنة بأن إجراء أي انتخابات مبكرة يجب أن الدستور يتجمد بقرارات يسبقه قانون وإصدار يعني قوانين أخرى تشرف عليها الأمم المتحدة، ويجب تغيير كل المنظومة السياسية قبل إجراء أي انتخابات. وصفت بأن الشعب خرج لتغيير النظام السياسي وإزاحة هذه الأحزاب والميليشيات وإرجاع كذلك النازحين، بعد ذلك يتم الحديث عن الانتخابات. نعم، طبعا خلونا نقرأ بعض التغريدات حول موضوع الانتخابات، وكما أشرنا بأن هناك هاشتاج أطلقه الناشطون والمتظاهرون في ساحات التظاهر جاء بعنوان نقتلعكم أولا ثم ننتخب. علي عزيز قال ثورة حتى النصر، سوف نستبدل صناديق الاحتيال والتزوير بصناديق شفافة والمفوضية الموبوءة كما قال بمفوضية نزيهة، وسوف نودع كل زمر الشر والفساد لدى قضاء عادل، حينها سنتجه إلى الانتخابات الحرة بعد أن تندحر دولة الميليشيات، أما الآن فالمشاركة هي خيانة لدماء شهداء ثورة تشرين. أكتوبر كما أسمى نفسه على تويتر قال باسمه تعالى وبعد نقاش حول مشاركة بعض الأخوة الذين يمثلون ثوار ساحات الاحتجاج وثورة تشرين في انتخابات نيسان القادمة، فكر يا أخي أنك سوف تترشح وتنجح وتجلس جنب نواب وكتل قتلوك وأنعتوك بالعميل
وتتبادل معهم الحديث. يستحيل يقول دخولنا في الانتخابات مع قاتلينا نقتلكم أو نقتلعكم أولا ثم ننتخب. معنا اتصال، معنا اتصال أبو حسن من بغداد. فضل أبو حسن. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك ربي ويحفظك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا رب، والأمة الإسلامية الله يبارك فيك من العايدين. أخي عمر، الانتخابات ما راح تقدم ولا تأخر. نعم، لأن نفس الوجوه ويخون على الشعب. يعني هسه ما ذاك اليوم الطفل اللي بالتظاهرات، يعني هذا واحد اللي يقولهم جماعة وليهم مضربوهم، لأن البقية شلون؟ هم دول مدربين وممنهجين على قتل الشعب. يعني نفس الوجوه ما راح يتغير أي شيء. نعم. يعني هم المجموعات هاي تجي مو بس العراق، لبنان، سوريا، اليمن، كلها تخطيط. يعني ليش ما تصير مشاكل بالدول الأوروبية؟ هم هدفهم على العرب بصورة عامة والعراق خاصة. نعم. العراق هو أصل العرب، يعني أساس قوة العرب. فهتكوا العرب، دخلوا بحروب، دخلوا بحصار، هذول هم خدمهم. يعني هم جايين تكملة ما بدأهم، ما بدأه الاحتلال الأمريكي لإسرائيل الإيراني. فهذول يا أخي يعني ما يسوون أي شيء، هذول عندهم منهج يبدون واحد بواحد ومن ضمن الشلة كلها هاي، يعني ما يتغير أي شيء. شعب إذا يبي يعيش بكرامة ويعيش بعزه باستقلالية نفسه لازم يقاوم الحكومة هاي الفاسدة. يعني يقول لي أي وزارة بيها فساد؟ ماكو وزارة ما بيها فساد. علموا الناس حتى مع احترامات للتوظيفين، حتى علموا الناس اللي ماشيين على عدد أم خرفضوهم. يعني الفلوس تغري والإغراء يصير من الأحزاب. يعني دولة جوي تدمير العراق. وأنا قلت سابقا وقلتها مرارا وتكرارا، يا أهل الجنوب دولة ما يخدموكم، دمروا الغربية راح يجون عليكم الجنوب وراح يدمروكم. يعني ومأساة، مأساة العراق إذا ما حتى استقلاليته بنفسه، هذول ما يخدموا. يعني هذول كلهم جوي دمار للعراق والشعب العراقي، وهذول جماعة تفرقة وطائفيين. يعني هسه يعني عندنا شغلات هواية. المرقبين قبل ليش ما طلعوا الجنات؟ ومع العلم أطوار بيت اسمه يعني قبل ما فضحتهم وقتلوها. فهذول هم جاي قتلت الشعب العراقي اخوي عمر. وما تبقى مجال اذا ما احنا نستقل بنفسنا كشعب ما يقوم لنا قائمه ابد. يعني بصوره عامه يعني هاي القتله الشباب اللي استشهدوا مو بس بالمظاهرات، بالغربيه بكل مكان، الجوامع دمروها، المساجد، الحراس المساجد، الائمه، العلماء، الاطباء، الدكاتره، حتى يعني ابسط انسان قتلوه. فالبشر العراقي اذا ما يتحرر ويستقل بنفسه ما يقوم لنا قائمه ابدا. نعم. اني اشكرك ابو حسن من بغداد، كان معنا على تويتر حساب ثوره تشرين العراقيه كما اسماه، قال هذا هو شعار ثورتنا، يقصد نقتلعكم ثم ننتخب. هذا هو شعار ثورتنا التي ستشهد عاصفة من بشرية عراقية تقتلع الأحزاب الفاسدة، وسيكتب قانون انتخابات عراقي، وتجرى عملية انتخابية نزيهة ذات مصداقية، ينتج عنها حكومة عراقية وطنية تعيد سيادة العراق وتحمي الشعب وتحاسب الفاسدين والقتلة. طبعا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت بأن إعلان رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي هو لتحديد موعد الانتخابات المبكرة لن يعالج مخاوف العراقيين بشأن إعادة نفس وجوه النظام السياسي. كان قد أفتى كذلك المرجع الديني محمد مهدي الخالص بمقاطعة الانتخابات المبكرة، لأن المقاطعة كما قال لهذه الانتخابات هي الخيار الوحيد المتاح لمجابهة الاحتلال ومشروعه السياسي. طبعا كما أشرنا بأن رئيس الحكومة الحالي قبل أيام مصطفى الكاظمي حدد يوم 6 حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ويشار إلى أن نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 تخطت 83%. معنا اتصال ندى من الموصل. تفضلي ندى. أهلا وسهلا بيك، تفضلي يا اختي. انا عدنان.
تفضلي يا اختي. ندى تسمعيني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع ندى من الموصل. طبعا رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني اعتبر بان اجراء انتخابات مبكرة امرا غير ممكن الحدوث، وبين بان على الحكومة ان تكون لديها القدرة على تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة. اكد السهلاني عدم قدرة الحكومة على توفير هذه الاجواء، لا سيما وانها لا تستطيع ان تعيد هيبة الدولة وان تسيطر على الامن وتقوم بضبط صناديق الاقتراع. النائب محمد صاحب الدراجي قال بأن العراقيين يريدون انتخابات بلا تهديد للناخب وشراء بطاقاتهم ولا مال سياسي وشحن طائفي، وأكد بأن الكتل السياسية ستذهب للانتخابات المبكرة وهي محرجة ولن تستطيع عرقلة إجراءاتها على الرغم من مصالحها السياسية. أضاف الدراجي بأن رئيس أن الموعد الذي حدده مصطفى الكاظمي للانتخابات المبكرة قابل للتغيير، وأشار إلى أنه يتطلب للانتخابات يعني إجراء أجواء وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك يعني تحتاج الحكومة إلى أموال لإجراء هذه الانتخابات المبكرة. وكالة أسوشيتد بريس قالت بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نقل الضغوط التي كانت تمارس عليه إلى البرلمان الذي لم يصوت حتى الآن على القانون الانتخابي الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات المبكرة. الوكالة قالت في تقريرها بأن الخلافات السياسية التي يراها البعض متعمدة ما زالت هي السائدة حول الانتهاء من القانون الانتخابي الذي تم تمرير بعض مواده في أواخر العام الماضي. أضافت بأن المتظاهرين يدعون إلى إضعاف قبضة الأحزاب التي فشلت في إدارة البلاد منذ العام 2003، ولفتت الوكالة إلى أن العراقيين يريدون تغيير نظام القوائم المحددة التي كان يفوز على إثرها نوابا لم يحصلوا على الأصوات الكافية وتعيد تكرار الشخصيات نفسها. ندى من الموصل تعاود الاتصال بنا، تفضلي ندى. أهلا وسهلا بك، تفضلي. نعتقد رئيس الوزراء نعم ليش ما يخرج عنا المساجين خطيه؟ شنو ذنبهم بالسجن هم؟ ودور الانتخابات من اللي ينتخبهم؟ نعم نعم اختي تفضلي. اقول رئيس الوزراء نعم حتى العالم تنتخبه شنو ذنبهم خطيه هم بالسجن؟ نعم نصين التلفزيون اختي ندى، ليش ما تنصين التلفزيون وتحكين مباشره؟ لا تسكتين، ظلي استمر نص التلفزيون للاخر يا اختي. ندى انقطع الاتصال مع ندى من الموصل، ارجو من المتصلين اللي يتصل على برنامجنا ينص صوت التلفزيون للاخير او يقعد على حده، يعني مو الا يشوف، ما راح يشوف هو صوته، هو ده يتكلم اصلا، بعدين اذا اريد يسمع صوته مره ثانيه يقدر باعاده الحلقه تنعاد مرتين يقدر يشوفها او يشوفها على اليوتيوب. ارجوكم حتى نستثمر وقت البرنامج. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله يا هلا بك. تحية لك وتحية القناة، تحية الكادرة، تحية للثوار، تحية للشعب العراقي الثائر. بالنسبة للأستاذ عمر، انتخابات كما يقول مصطفى الكاظمي 6 حزيران، هذه هي مسعى من أجل السرقات لا غيرها، يعني لن تحصل أي انتخابات حول في العراق في ظل حكم ميليشيات وسيطرة الميليشيات، نعرف الشعب العراقي يعرفها، والمنتخبات اللي مضت تواصلا ما شارك الشعب العراقي، هي لابد من سقاط الكاظمي، هو يبغى سنة حتى يسرق هو المليارات ويروح، لأنهم ناس خونة مجرمين أظن. فتحية لك وتحية وإن شاء الله الدورة منتصرة إن شاء الله. حياك الله يا أهلا بك. أم محمد من الموصل، تفضل يا أم محمد. مرحبا. أهلا وسهلا بك. والله أنا أخويا أخذوها. نعم. أخذوها بلا شرح والحد الآن مع الحكومة منتخب وما نعرف
ان السفود هذا ما نعرف ايش نعم. منو اللي اخذه؟ منو اللي اخذه؟ من عرفهم انهم مجانين. منو اللي اخذ ام محمد؟ والله اخذوا الدواء. منو؟ الدواء اخذ. منو اللي اخذ عيدي؟ ما دا اسمعك. الدواعش اخذوه قبل 4 سنين. اي والله. نعم. اي والله. اي والله اخذوه. زين شنو بوقتها؟ سجنوه، حاكموه، قتلوه، شو افتهمتوا؟ ما نعرف يعني من اخذوه، ما نعرف. واحد يحكي الله يخليكم حتى افتهم. نعم. والله ما نعرف عنه. هو من سجنه ابدا ما بس يعني رسمي يعني. نعم. اي والله وريد بس هي سجين. زين من راجعتوا الدوائر السجون ايش ردوا عليكم؟ ما ايش قالوا؟ ما انطونا معلومه. ما نعرف ايش عنه. يعني قالوا ما نعرف عنه شيء؟ ايه من اخذوه صارت ما نعرف كل شيء. نعم. اي والله وريد بس نعرف هم مزيون نعرف هم ميتين طيبين خطيه والله جهازه وزيته. نعم الله يعينكم والله يفرج عنكم عن جميع العراقيين. ام احمد من بغداد، تفضلي ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عمر وحي قناه الرافدين الوطنيه. اهلا العقيدة. وسهلا بك، يا هلا بك. دكتور عمر، الانتخابات نعم حددها الكاظمي يمكن يريد ينقل الكره الملعب البرلمان. نعم مثل ما ذكرت الصحيفه وحتى احنا ارانا. نعم خلص من الضغوطات العاليه يرميها على الاحزاب. اي فيقولون مثل ما ورطتوني بدك تخلوني كل شيء اسوي الي هسه راح اخليها يمكم تكونون انتم بوجه المدفع. لكن هسه اجى دور العراقيين يجب ان يعوا ما يحدث. فاني اريد اسالك دكتور واسال العراقيين، هل يجب ان نقاطع الانتخابات ام نمضي بها؟ شنو راي حضرتك؟ والله انا تسالين عن رايي الشخصي؟ اي يعني انت رايك مو شخص اعتيادي، انت مطلع. العراق شباب العراق اللي طلعوا في ثوره تشرين وقدموا مئات الشهداء والاف الجرحى والناس صاحت الغوث من هذا النظام السياسي اللي ما قدم شيء للبلد بل هدم البلد، هل من المعقول انه انا ارجع واعيد الكره مره ثانيه وادخل في انتخابات؟ القانون قانونهم وهيئة والمفوضية مفوضيتهم والمسيطرين والأموال بإيدهم والميليشيات بإيدهم، شلون أرجعاني أنتخب؟ اللعبة هم لاعبيها. هو هذا الرئيس صحيح، هم لاعبيها. يعني الناس طلعت يقول لك عمي احنا ما نريدكم، لا أنتم ولا نظامكم ولا دستوركم ولا حزبكم ولا ميليشياتكم. ما سوينا شيء. هو يعني هذا الرأي الصحيح. بال 2018 ما شاركوا 18%، ما شاركوا 18%. والجماعة قعدوا وخجلة، الجماعة قعدوا ورتبوها بيناتهم وصعدوها فوق ال 40 وصلوها تقريبا 47 48. ونفس الوجوه رجعت لنا وما صار شيء، ويصيحون الخزينة فارغة، ما عندنا فلوس، أزمة اقتصادية، أزمة كورونا. زين أزمة كورونا جتنا احنا قبل أشهر. زين المستشفيات صار لها 17 سنة ما شفنا لنا مدينة طبية بنات، مستشفى براس خير بنات، ماكو. شلون اجي انا انتخب نفس المنظومة؟ يعني حتى الانسان يؤثم، يؤثم اذا يشارك يعني بهذه الانتخابات. نعم محمد، يعني احنا متفقين. اذا هذا الشعب العراقي اللي يقول اني اخاف على بلدي لازم يكون هذا رده. صار 10 اشهر ثورة تشرين وشبابنا راحت. نعم وهسه اتقرر وبعد 11 شهر يعني شقد يعني سنتين الا قرروا تطير انتخابات، يعني خلصت هاي دورتهم. نعم ويتعذرون وبيناتهم يعني هي الاساسيات للانتخابات تجميد الدستور، حل البرلمان، اختيار نوع الحكم على اساسه تكون الانتخابات. ف
فهم يبقون يضحكون على الناس لا الشعب وعى. فإذا إحنا مع الرأي اللي قاطع الانتخابات وهاي قراراتهم اللي هم يبقون يضحكون بها على الذقون، فمن من من أدي هاي انتخاباتهم ولا نقبل على هذه أفعالهم، والشعب كافي بعد لازم يطلع ضدهم ويتحرر، ونقاطع هذه الانتخابات ولا نأيدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أم أحمد من بغداد كانت معنا. أحمد من نينوى، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. خالي. نعم. إحنا متطوعين لتاريخ 15/10. نعم. ولحد الآن ماكو أي خبر. نعم. إيه الله. من عيد لي شنو اللي صار معاكم؟ والله ما أعرف، يقول ماكو ميزانية، وهذا تقريبا سبع أشهر هيجي. يعني شنو شغلكم بالضبط؟ وين تشتغلون؟ وين شغلكم بالضبط؟ احنا سجلنا على تطبيق مع الجيش. يعني انتم تابعين ليا وزارة، عقد عمل، اجور يومية؟ وزارة الدفاع سيادة العميد. وزارة الدفاع. انت تطوعت؟ صار لك شقد؟ صار لك شقد الفترة من تطوعت؟ تقريبا 6 أشهر 7 أشهر هيجي. 6 أشهر ما إيه؟ اخذت ولا راتب؟ ما استلمت ولا راتب؟ لا ابد. شنو العذر مالتهم؟ والله ما اعرف، لحد الان ما جاء من رساله، من ماكو مخابره هيجي. نعم. زين انت ثبتت لو بعدك؟ ثبتت لو بعدك؟ ما اسمعك سياسة العميد. نعم. شلون السياق؟ يعني انت رحت قلت لهم انا بدي اقدم للجيش، مو؟ لا سجلنا على طريق استمارة سيارة العميد. يا استمارة؟ طريق استمارة على الانترنت. نعم. مليتها وبعدين رحت داومت؟ تدربت لو شلون؟ لا بس سجلنا على طريق استمارة وصار تقريبا 7 أشهر هيجي. اي يعني ما رحت ولا جيت، ما طلع اسمك؟ لا ما طلع اسمي حد الان. نعم. الجماعه يقول لك احنا ما عندنا فلوس. اقول لك الدوله والحكومه من تسالهم يقول لك احنا ما عندنا فلوس حتى نوظف. هم يقولون هيك، يقول ماكو ميزانيه هيك. الله يعينكم عيني احمد، الله يعينكم. احمد منينا وكان معنا اتصال اخر، ما سمعت الاسم. منو الاتصال الآخر؟ أخوان أبو واثق من كربلاء، تفضل أبو واثق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل أبو واثق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أقول لك حبيبي. نعم حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل عيني. يعني بالنسبة للانتخابات احنا شفناها بالانتخابات الماضية. نعم. كلها صارت تجيرت للأحزاب. نعم. فإلا ما عنده ضمير، احنا مثل العربي شلون تقعد ويا كتال أبوك؟ نعم. إذا الأحزاب موجودة والأحزاب هي المهيمنة، شلون راح تبدي الانتخابات؟ إلا إذا كانت الأحزاب صالحة من طريقة الانتخابات يسعى الشعب العراقي اللي عنده ضمير، اللي عنده ضمير ما يشارك بالانتخابات إذا كانت الميليشيات والأحزاب السياسية الموجودة. فهذا قطع، اللي عنده ضمير واللي يحس بعروبيته وعراقيته ما يشارك بالانتخابات نهائياً. ما زال موجودة الأحزاب والميليشيات موجودة وهي المهيمنة. هذا رأيي أنا. نعم. عمري حبيبي. أنا أشكرك أبو واثق من كربلاء كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. في موضوع الانتخابات المبكرة، رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي قال بأن تشابك الخيوط السياسية والصراعات الحزبية يهدد إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها. أضاف اللامي بأن مجلس النواب هو السبب الرئيس كما قال في عرقلة إجراء الانتخابات بسبب عدم تشريع قانون الانتخابات وعدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية، وأضاف بأنه كل هذا الصراع في العراق يؤدي إلى تأخير، يعني شدد على ضرورة وجود مراقبين دوليين لمعالجة أي طارئ يحصل خلال العملية الانتخابية. ونرجع ونقول إنه سوت الانتخابات القبلها للشعب أو القبلها أو القبلها أو القبلها حتى تسوي هالانتخابات، ومثل ما أشرنا بأن الناس والشباب اللي طلعوا وضحوا بأرواحهم من أجل إزاحة هذه النظام وإزاحة هذا الدستور اللي كرس المحاصصة وكرس الطائفية، وما شاء الله الأحزاب صارت إمبراطوريات والميليشيات كذلك تابعة لهم. فما الفائدة من انتخابات تعيدين نفس الوجوه ونفس الأحزاب وهم متراهمين بيناتهم والشعب وضعه كما هو، يعني قابل أنه مثلا السياسي أو الميليشياوي يعني تاب مثلا، وحتى راح يقدم بعد نوب. أنا هم أنتظر لي 4 سنين دا أشوفه والله إيش راح يسوي لي، ما معقولة. 17 سنة يعني عمر 17 سنة، ما الذي قدموه إلى العراق؟ ما شاء الله شو العراق صار ساحة صراع دولية. الأمن يقرأ بغداد من أسوأ مدن العالم، الجواز العراقي من أسوأ جوازات العالم، كهرباء ماكو، مي ماكو، الأمراض متفشية، القطاع الصحي ماكو، التعليم العراق خارج من تصنيف التعليم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. هاي 17 سنة اللي قدموه هؤلاء اللي يريدون يسوون انتخابات. فإن كانت انتخابات مبكرة أو انتخابات، وأنا أول مرة أسمع انتخابات مبكرة بعد سنة، يعني انتخابات مبكرة يجوز بعد سنة لدولة صار بها مثلا انقلاب، صارت بها ثورة ربما، وهناك مثلا حكومة لتصريف الأعمال، حتى ممكن أنه يكتبون دستور خلال سنة، مو سنة. انتخابات مبكرة بعد 3 أشهر شهرين ممكن تكون هذه انتخابات تطلق عليها بأنها مبكرة. معنا اتصال أبو كريم من الفلوجة، تفضل أبو كريم. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر.
نعم. احنا بالنسبه لهاي الحكومات والله ما بديهم كل شيء. ما يقدر يحرك شعره. الحكومه كلها بيد امريكا. نعم. هذول كل شيء ما بديهم. صناع عام جاد المسطره يشتغل بيوميه يخلص يوميه يقول له اطلع. كلها بيد امريكا. كل شيء ما بديهم. يحكي ويكذب ودجاله ونصابين وحراميه وكل الصفات المزنبي. الشعب العراقي كله واضح امامهم واحنا دا نشوف احنا داخل العراق ودا نعرف الامريكي وين قاعد وهو هذا وين قاعد، هذا مقعده بالشمس هو قاعد بالفي. نعم. الامريكي. فهذول كل شيء ما بديهم. واذا امريكا تشيل ايديها يعني ثلاث ايام ما نبقيهم. والله ثلاث ايام ما نبقيهم اقسم بالله العظيم. بس هي امريكا وياهم طائراتها وصواريخها يعني صارت احداث عندنا هوايه من 2003 لهذا اليوم. نعم. كل شيء ما بديهم ذولا، بس انا عندي استاذ عمر حكايه ويا متصله ام زهراء قبل فتره خابرت انا قالت ليش تطلبون يا عراقيين مساعده من الخارج؟ احنا ما طالبين من الخارج بس نريد نفهم الناس نريد نعلم الناس على الوضع الصحيح 100%. يعني الشعب العراقي هسه احنا كلتنا اللي هنا اذا اكو 2% من العراقيين شرفاء وطنيين هاي الحكومه تنتهي هي وامريكا. بس ماكو استاذ عمر. نعم. انا والله احكي لك قدمت حتى عمري للعراق. بس ما 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 قدرت اسوي شيء ما نقدر نحن يعني قليلين عده قليله بس امرنا الله والواحد القهار واذا اكو مساعده استاذ عمر من الخارج احنا مستعدين فلوس باي شيء. نعم. فنرجيكم يا استاذ عمر والله يا ترى يعني الامور احنا حتى بالسجن ترى اقول لك بالسجن الناس ياخذون منهم فلوس ياخذون منهم براطيل القتل الذبح كل شيء هاي مو حكومه استاذ عمر مو حكومه ناس نصابه ناس دجاله ناس شو الصفات السفله عندهم بس نعم. امريكا مساعدتهم احنا نقدر يعني قديمه والثوره هاي والثوره الثانيه ان شاء الله ما يظلون باذن الله حتى لو تصير امور الى اصعب امور ماكو حتى لو يصير الشعب العراقي حتى لو بال 102 يبقون هذا ولان الكرامه فوق كل شيء. نعم. وانا اشكرك استاذ عمر. شكرا ابو كريم الفلوجه كان معنا. ام عبد الله من بغداد تفضل. يا ام عبد الله تسمعيني؟ الو وياك. تفضلي. الو. نعم اسمعك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يمكن اشارك ببرنامج؟ اي تفضلي انت على الهواء مباشره تفضلي يا ام عبد الله. يعني والله احنا عندنا مناقشه. نعم. يعني شفت التفجيرات صارت قبل لحظة ساعات بلبنان. نعم. شعب العراق وياهم بس على مود هذا المال صقر شو اسمه هذا المال معسكر صقر؟ المعسكر صقر هاي الحالات تصير هم هنا وجوز غير دول بس اقول ناس في الحكومه. نعم. نعم ام عبد الله. اي يعني بس هاي عندي. أني أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. رسائل على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبيد من بابل يقول كل ما يحدث في العراق بسبب السياسيين الموالين لإيران وأشكركم وأشكر قناة الرافدين. شكرا لك. ياسين من المغرب يقول على الشعب العراقي الحبيب أن يقاطع الانتخابات حتى تكون الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة وحل البرلمان. يقول اللهم انصر الشعب العراقي الشقيق. شكرا لك أخي ياسين. فاتن من ألمانيا تقول مساء الخير على قناة الرافدين وكل كادر الرافدين. تقول العراقيون يخافون من تخبر الكاظمي ما يسوي مثل هسة. مدى أعرف ماذا تقصد يعني الكتابة غير واضحة. نعم. رسالة يقول مساء الخير أستاذ عمر تحياتي لك وللكادر برنامج أستاذ عمر. هذولا
إيرادهم بيوم واحد، طلعة واحدة، تضحية واحدة، وتسقيط واحد، كلها بيوم واحد. نعم. الجبهة التركمانية أكدت بأن دعوة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي لإجراء الانتخابات المبكرة دليل على غياب رؤية مشتركة من الكتل السياسية بشأن إجراء الانتخابات. رئيس الجبهة أضاف بأنه وهو توران، حسن توران، قال بأن تحديد موعد مبكر للانتخابات يجب حل البرلمان، والموعد يكون مش يعني تقريبا شهرين، وتساءل عن نزاهة الانتخابات المبكرة وشفافية هذه الانتخابات. نعم. برهم صالح مثل ما أشرنا يعني ضمن محاولات التنصل من المسؤولية، رئيس الجمهورية برهم صالح قال بأنه إذا ما قام رئيس الحكومة مصطفى الكاظم بتقديم مقترح لحل مجلس النواب فإنه من الممكن الموافقة على رفعه للمجلس للتصويت عليه، وأضاف بأنه في حال صوت مجلس النواب على حل نفسه سيتم إقرار موعد خلال فترة لا تتجاوز مدتها شهرين لإجراء الانتخابات. يأتي هذا في وقت قالت لجنة التخطيط الاستراتيجية النيابية بأن الرئاسات الثلاث انشغلت بموعد الانتخابات ونسيت متطلباتها، وبينت بأن من وصفتهم بالمتضادين في الرئاسات لم ينظروا للهيكلية الخاصة بالمفوضية والقوانين وعمل المكاتب في المحافظات والضغوطات السياسية. طبعا مع تنامي الصراع بين شركاء العملية السياسية، وهذا الصراع مستمر في الإعلام ولكن ما خلف الطاولة الأمر مختلف، نائب عن تيار الحكمة ياسين قال بأن إجراء الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها الكاظمي لأسباب تتعلق بالسلاح المنفلت للميليشيات وقضايا الفساد التي تلاحق مفوضية الانتخابات. النائب أسعد ياسين قال بأن حصر السلاح بيد الدولة ووجود مراقبين أمميين أمر ضروري لإجراء أي انتخابات مبكرة، وهو أمر غير متوفر حاليا، وسيعيد ذات سيناريو الانتخابات الماضية. طبعا بالمناسبة هناك كثير من السياسيين يتحدثون عن نزاهة الانتخابات وعن شفافية الانتخابات وعن حصر السلاح بيد الدولة، وتلقاهم عندهم ميليشيات وقضايا الفساد متهمين وبالوثائق. فمع الأسف تصريحات إعلامية فقط لا أكثر ولا أقل. النائب بيّن بأن هذه الانتخابات ستكون مصيرية للأحزاب، لذلك ستستخدم شتى الطرق غير القانونية ومنها التزوير والسلاح والعناصر المنفلتة للتأثير على نتائج الانتخابات، وأكد بأن الانتخابات السابقة كانت تشوبها خروقات كبيرة من تسلط المتنفذين والميليشيات إلى الفساد الموجود في مفوضية الانتخابات. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ عمر وبرنامج قناة الرافدين ومتابعين قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. يا مستمع أستاذ عمر، إحنا العراق بلدنا العراق يعني منذ من 2003 ولحد الآن يعاني من هاي الأحداث اللي اجت مع المحتل ودمرت العراق يعني بصورة كاملة. يعني احنا طيله هاي المده احنا الشعب العراقي ما شاف فيه من هذول، ما شاف من عندهم اي مبادره فتخدمه تخدم الشعب العراقي او تغير بواقع حاله او دخله الاجتماعي او الخدمات اللي صارت، كل الامور هذه اللي ما شفناها. فنتامن ان شاء الله هاي الانتخابات اللي اذا اللهم صارت تصير انتخابات بالبلد، انتخابات نزيهه، تخدم أول شيء للشعب العراقي بأكمل مجمع يعني مجمع طوائفه. ما نريد انتخابات مثل تكون انتخابات اللي صارت اللي كلها مزورة واللي بيها الأحزاب، نريد انتخابات خالية من الأحزاب وخالية من العنصريات وخالية من وجوه اللي هاي اللي موجودة اللي جاي تحكم طيلة 14 سنة. ما نريد هذول الوجوه نهائيا، نرفضهم رفض قاطع، لأن هذول كلهم يمثلون الأحزاب والسلطات اللي موجودة بالحكم بصورة عامة. أستاذ عمر إحنا هذول رافضينهم، فنريد ناس كفاء البلد وناس لهم طاقات تستعمل، والشعب العراقي أن إلى دوره بعمله، مجمع الخدمات اللي موجودة اللي مفروضة 17 سنة اللي محروم عنها تكون إن شاء الله متوفرة من الخدمات الصحية والخدمات الزراعية والخدمات الصناعة
وكل هاي الامور ان شاء الله نتامل انه ترجع هاي الامور ولهم ولاهم الوطنهم ولاهم الشعبهم. هنا نقدر نقول المواطن العراقي راح يحس انه بين تعامله بين الدوله وبين المواطن فتروح وطنيه يعني يستهدفها الشعب طيله 14 سنه كان محروم من عندها. كان هاي الامور بس احنا كلها قتل ودماء وسرقه المال العام ويعني جابونا الطائفي هاي الامور. كل هاي الامور ان شاء الله نتامل كلها مخرجي من عندها. انسان يحب الشعب ويحب مصلحه الشعب وما يحب مصالحه تكون الدول الجوار خاصه بس للشعب نفسه وبس ما يكون الا ولاء الدول اي دوله مجاوره. احنا ممكن دول عندنا ومحبه بس اكو فرق استاذ يعني نقدر نقول بصوره عامه يعني رابطه تربطنا بين اي دول عربيه او دول الخليج علاقات يعني متبادله مو علاقات خاصه ان تخدم بين دوله ودوله. ابو عمر نعم. نفس هذه المنظومه ونفس هذا الدستور نعم. ونفس هذه الاحزاب ونفس هذه الاشكال تقوم بانتخابات مبكره او غير مبكره، هل يصلح الامر نعم. في العراق؟ استاذ احنا ما احنا بالنسبه هذول المنظومه اللي موجوده والعمليه اللي حكمت اللي بين 2003 ولحد الان هذول استاذ نهائيا كل الوجوه ما يصلحون لخدمه العراقيين لانه طيله هاي ال 17 سنه استاذ المده اللي راحت ما شفنا من عندهم اي مبادره للشعب العراقي، ما شفنا اي شيء خدمات واقع الصحي زفت، واقع الخدمي زفت، المواطن العراقي العفو اجلكم الله قاموا ياكل بالنفايات، البطاله كثرت الى 65%، السجون ممليه، كل هاي الامور صراع وصراع زين يعني لا فائده من هذه الانتخابات المبكره في ظل سيطره هذه الاحزاب. ما فائده، لا فائده ابد نهائيا بوجود هذه الاحزاب والكتل الذي حكمت العراق، ماكو اي فائده منهم لانه هم استاذ نفس مثل على قولة المثل راح علاوي جعليوي، احنا شنو فائدتهم انه بقاهم هذول؟ اما لو كانوا يريدون يسوون للشعب لسووه من 17 سنه، قدموا فد خدمات، سووا شيء الشعب العراقي، هذه اصلا بعيد عن هذول، واذا كانوا انتخابات من عندهم فالشعب العراقي نغسل ايده من عندهم من هذول، لانه ماكو اي فائده من عندهم نهائيا، واحنا رافضين هذول رفض تام من هذول الوجوه وسلطه الاحزاب والقيادات اللي بحكمه العراقيين لحد الان. رفض تام اصلا استاذ عمر نعم. اصلا انا اشكرك ابو عمر من بغداد. كان معنا ابو زينب بن الموصل. تفضل ابو زينب. ابو زينب تسمعني؟ السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي. شلونك اخوي؟ اهلا بك، يا اهلا بك. تفضل. تفضل اخي. ابو زينب. ابو زينب تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع ابو زينب من الموصل. في الختام نقرا كم رساله من الواتساب، يقول كل عام وانتم بخير، اخوي عمر والله المخبر السري دمر الناس، ادعى على ولد واجوا اخذوه الولد والمخبر باعتباره شاهد، ويوم المرافعه ما اجى هذا المخبر السري والشاهد، والقاضي حكم الولد بدون ما يجي اللي يشتكي على هذا الشخص او المخبر السري. شوفوا هذا القضاء النزيه اللي يحشون عنه. رساله يقول السلام عليكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، هناك تفشي لفيروس كورونا في السجون والحكومه تتكتم على الموضوع. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظم لإجراء انتخابات أسماها بأنها انتخابات مبكرة موعدها شهر 6 للعام المقبل 2021. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.